نحن ان شاء الله تجمعنا مع المنتخب رجعتي، ان شاء الله راح نكثف التمارين، وان شاء الله راح تكون رجعه ان شاء الله يكون فيها شكل غير بالنسبه لابراهيم الزواهر بشكل خاص. استبعادي اول شيء من المنتخب كان قرارات الجهاز الفني، واي شيء بحترمه، وانا ابن الوطن يعني، والكابتن جمال له نظره باللاعب يعني واحتاجني، وانا ابن الوطن يعني، واكون جاهز باي وقت لاداء الوطن ان شاء الله. احنا بادين مرحله جديده مع الكابتن جمال ابو عاد، نتمنى ان شاء الله ربنا يوفقه ونرجع مثل ما كنا اول منتخب وطني قوي ينافس كبار القاره الاسيويه في المسابقات القاريه القادمه ان شاء الله. انا ضد الناس اللي بيقولوا انه المنتخب الوطني فقد هيبته، لا، المنتخب الوطني عامر بشكل كبير بالمواهب وبالقدرات، وعندنا لاعبين على اعلى مستويات، حتى في اوقات الانخفاض في هاي التصفيات الاسيويه السابقه كان المنتخب الوطني بيحاول يعبر عن نفسه من خلال مباريات قويه.